لا لا، لما في حاجات تشل بصراحة يعني. ليه الكسندر زولتشينكو؟ ليه رحيم ستيلينج؟ ليه؟ أنا عايز أفهم. طيب يعني رحيم ستيلينج إيه الأفكار الإبداعية أو الفلسفية اللي قالت لك إن رحيم ستيلينج هيقدر ياكل عيش الناحية اللي فيها أشرف حكيمي واللي فيها ميسي؟ إيه الأفكار الجهنمية اللي جات لك وقتها؟ جاب جول الماتش اللي فات، تمام، بقاله سنتين بيعك، أشرف حكيمي حطه في جيبه الصغير. شغالين بس من ناحية رياض، ورياض زي ما اتكلمنا الماتش اللي فات ان رياض بيتحضر ان هو يتلعب ماتش باريس اساسي علشان خاطر رياض هيكون اهم محطه لينا النهارده، ورياض افضل لاعب في الملعب عندنا، رياض هو اللي احنا قايمين عليه دورنا الهجومي، احنا شغالين بس على ناحيه رياض، الناحيه اللي فيها رياض بس. ليه؟ علشان خاطر رحيم ستيرلينج جنسيته الانجليزيه بتخليك تبدا بيه في الماتشات دي. كولا برمن رجليه في الملعب، زوليتشينكو ليه؟ عشان يشوط. اه طب ما عملش ولا شوط رحيم ستيلينج، ما خدش ولا واحده اشرف حكيم. ليه ليه ليه؟ مش فلسفه وخلاص، لا احنا لازم نتفلسف بقى، لازم نحط ايدينا في ام المستنقع الفلسفي اللي قاعد في بيب. ليه؟ ما حدش فاهم. ليه يا باشا قلبت على جبريل جيسوس؟ برضه ما حدش فاهم، ما حدش فاهم اي حاجه في ام الفرقه دي خالص. كل اللي احنا فاهمينه ان رياض هو العلامه المضيئه بس بتاع الشوط الاول بتاعك، وفي اي لحظه ممكن تلبس جون، ممكن تلبس جون في اي لحظه. يعني ستونز عمال ينطق، هوب اتقطعت منه، هوب قلبت انفراد، هوب سبحان الله بتيجي تقفل معانا في ام الماتش قدام باريس سان جيرمان ده، والكره تيجي لجندوجان في الست ارضه، وجندوجان يلعبها في العارضه. يعني هبد ورحيم ستيرلينج وحظ سيء، وشكلنا كده هنلبس شوط تاني ما يعلم بالله ربنا. ده غير ان ميسي لما بيشوف جوارديولا على الخط بيمسي عليه في الاخر، فربنا يستر ميسي ما يمسيش عليك في الاخر وتعدي على خير ونعرف نكسب ام الماتش.